لما نقول لك اصبر وما صبرك إلا بالله، أما يرضيك أم تكون في معية الله تبارك وتعالى وهو القائل إن الله مع الصابرين؟ فأنت مع الله، فإذا كان الله معك فمن تخاف؟ لكن إن كان عليك فمن ترجو؟ فالله مع الصابرين، فالصابر يكفيه هذه المسألة أنه إذا صبر يكون معه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مشكلة.